أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. وكذلك تخرجون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون يُسْبِحُونَ. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء
وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقنا ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء
فتلكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون بسم الله الرحمن سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قل أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلي
وتصلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير الله.